تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، السادة المتابعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على متن هذه السفينة التي تبحر في هذا البحر المتلاطم من الإسفير ووضع الوطن السيء الذي يمر به حاليا، وسط آمال مشرئبة بدولة مدنية، بدولة السيادة ودولة القانون التي تحفظ للمواطن حقوقه وتحفظ للمواطن مكانته وحق الكرامة والعيش الكريم، وهذا ما تبحث عنه الشعوب دائما وأبدا ويبحث عنه الإنسان. فمرحب بكم جميعا. كنا بنقول صهي كنار وضع يمينك في يدي ودع المزاح لذي الطلاقة والددي، صه غير مأمور وهات مدامعا كالأرجوانة وابكي غير مصفدي، وإذا ادخرت إلى الصباح بسالة فاعلم بأن اليوم أنسب من غدي، واملأ فؤادك بالرجاء فإنه بلقيس جاء بها ذهب الهدهد. كويس، كنا بنقول هذه الكلمات وبنبحث عن وطن السودان، عن دولة السودان، عن دولة القانون، الدولة تحترم كل الأعراق، الدولة اللي تحترم كل الأعراف وكل التقاليد وكل الأشياء اللي بتوفر للإنسان الحياة بتاعته مع ضمان اجتماعي مؤيد ومنصور بوثيقة دستورية كالوثيقة الحقوق زمان، ما الوثيقة بالشكل الحالي الآن، لا، وثيقة الحقوق زمان في الدستور الأمريكي زمان. كويس، فبالتالي الآن السودان الكل يبحث عن هذه المسألة. المهم نحن نبدأ. كويس، الرسالة اللي عايز أتكلمها نقطة مهمة جدا، مهمة جدا. كويس، الملاحظ انه في الـ24 ساعة الأخيرة استعرت حرب مسعورة على قادة الحركات المسلحة. كويس، ووصفهم بالعمالة وبالارتزاق. كويس، وصفهم بالعمالة وبالارتزاق، قادة الحركات المسلحة. كويس، قادة الحركات المسلحة في الفيسبوك، في الواتساب، شتائم تقيلة، باعوا القضية، ما نحن سوار ذاتنا بقينا ضد نفسنا، ما هو ما شاء الله نحن ذاتنا بقينا ضد نفسنا، خلاص أي زول قال كلمة ده كوز، أي زول قال كلمة ده كوز، أي زول خلاص أدبتنا الحرية والتغيير فأساءت الأدب. كويس، علمت الناس تسيء لبعضها البعض، تشتم، بقى ما في احترام بين الناس، بقى أي زول. أنا الرسالة الدائرة أقولها يا شباب، خلينا من الإعلاميين والإعلاميات والسياسي، خلينا من ده كله يا شباب. معظمكم مرق يوم 6 أبريل. كويس، ومعظمكم مرق ما بيعرف خارطة السياسة السودانية حاصل فيها شنو قبل اليوم وبعد اليوم. كويس، عشان كده تم استغلال الشباب المستقل من قبل الكوادر المنظمة سياسيا عشان توديه الآن الوضع الحاصل، حرية والتغيير، الأحزاب السياسية كل انكفى إلى ذاته، أي زول رجع لحزبه خلاص، بيبقى الزول المستقل هو اللي بيتلفت، هو اللي بيتلفت خلاص، ما خلاص أي زول بيرجع لحزبه، لو حزبه بينتمي لمكون نداء السودان حيمشي يقيف مع حزبه ضد، مع نداء السودان ضد مكون والإجماع الوطني، والإجماع الوطني ضد كده الشغلانية، ده الحاصل الآن. كويس، الشتائم الغير مبررة، الناس بتنبس في غادة الحركات، يا شباب غادة الحركات المسلحة قدامكم في النضال، إذا كان ده أدبنا حتى مع الناس شالوا سلاح وضحوا بأرواحهم أيضا للوطن، أنا أعتقد مشكلتنا كبيرة شديد، أنا أعتقد كده مشكلتنا كبيرة شديد، ده منو ده المسيرنا في اتجاه نقعد نشتم الناس المعانا والناس الضد والناس الشنو، ده منو ده، من 200 كان دي العادة، من 200 مع معظم اللي بيشتم هسي ده في عهد البشير كان قال له أنبس ببنتي شفا، أنبس بها ما, 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 ما بيفتح خشمه الوقت ده، الآن الشتايم على غادة الحركة المسلحة. طيب احنا دايرين نرجع لنقطة مهمة. كويس، النضال ده في النضال المدني، النضال العسكري، النضال العسكري ده الزول بيلجأ له خلاص لما يصل مرحلة ما يعرف يتصرف، خلاص بيصليها كده، يعني مثلا بعد 56 بعد الحادثة بتاعت مانديلا، الـ4 سنوات اللي تم اعتقاله فيها واستجواب وجرجرة و خلاص بعد مرق منها. كويس، وحصلت الحادثة المشهورة كانت في جنوب افريقيا، راحوا ضحيتها ما بين 69 ل 70 مواطن، ازهقت 70 روح من المواطنين الوقت ده، اقتنع نيلسون مانديلا بضرورة الكفاح خلاص المسلح، اضطر في النهاية كون حركة مسلحة. يا شباب هذا الجيل الكثير تغيب عليه والمعلومات دي، كثير تغيب عليه والمعلومات دي، لانه بيخفوها منك الناس، بيخفوها منك لانه الان دار يستخدمك كبيدق،
كويس كبيدق للاسف الشديد، خلاص كبيدق خلاص. اي زول يدعي الشعارات دي ما عارف دي حقتي، اي زول يدعي انا المركت الشارع، اي زول يدعي انا طلعت، اي زول ده يا اخواننا الحركات المسلحه اللي بيوصفوا فيها بالارتزاق وبالعماله، بالارتزاق وبالعماله، المن حقه منو يصبغ عليهم صفه الوطنيه، المن حقه منو يطلعهم مرتزقه. إذا كان بيقولوا خلاص بيقولوا يا مناوي أنت بقيت مساعد رئيس الجمهورية، لما جه دخل القصر هنا مناوي خلاص، لما جه دخل القصر هنا جاء أتاح فرصة التعليم المجاني لأبناء دارفور اللي اتولدوا في دارفور اللي عاشوا في الحروب. كثير من الناس كانوا ليه يدوم دي؟ ليه يدوم دي؟ خلاص كده كان الوقت داك، وهو قدر طلع لناس الحروب، ناس المعسكرات النازحين اللي قاعد يذكرهم فينا، اللي قاعد يتذكر فينا النازحين منه. ما كلنا تفكيرنا حد بحري وام درمان والخرطوم، ما هو ده كل تفكيرنا، عشان كده بننساق لاي حاجه تهدم الهامش. الهامش ده زي ما ذكرت مين حلفه، مين حلفه كويس الهامش في السودان كويس. يقول لك يا اخي انه طيب اذا افتكرنا مناوي ده دخل وعبد العزيز الحلو كان نائب والي جنوب كردوفا، تمام طيب ما في مشكله اتفقنا على كده خلاص اتفقنا. طيب ما لو مسكنا بنلقى الحزب الشيوعي ده مشارك في حكومه الانغاز، مشارك جوا البرلمان وقاعد وطرح اسم نقد الله يرحمه ابراهيم نقد، تم طرحه خلاص كرئيس جمهوريه نزل في الانتخابات، اها ادى النظام هنا شرعيه كويس. 2010 ما كان قاعد كويس، حتى التجمع وزيره ده ما كان وزير في الحكومة، الناس بيصفقوا ايه والله يجرونا جرة سمحة خلاص كويس. ده ما كان وزير جوا حكومة البشير اللي انت مركت ضده وقاتلتها كويس. دي نقطة مهمة، انتوا ليه بتصبغوا على نفسكم حاجة خلاص وبتهاجموا الاخرين يا شباب؟ يا اخوانا ده ما من ادب الثوره ولا من ادب النضال، وده كده ما بنبني وطن. الحركات المسلحه ما زالت تهدد بالدخول جوا الخرطوم، ما زالت الحركات المسلحة وفصائل من الحركات المسلحة بتتكلم على انه زي ما اتحرق الدارفور تتحرق الخرطوم، زي ما اتحرق النيل الازرق تتحرق الخرطوم، زي ما اتحرق جنوب كردفان تتحرق الخرطوم. وهنا نحن مدنية وما جايبين خبر ولا وبيحجبونا من المعلومات المهمة دي، بيجوا بيشغلوك سيأتي في الحفلة الفنان والفنانة وسيأتي ده كله عملية بتاعت خم شيل الناس يلا اكشح الخمم، ما يركزوا نهائي خلاص. لما الناس تصحى خلاص على اشلاء القتلى، على دماء الضحايا، على هدم المنازل، اعوذ بالله من الحرب كويس، اعوذ بالله من الحرب، من القتال خلاص، من تهجير الناس ومن التدمير كويس. العاقل من حسب حساب العواقب. انت عندك بلد فيها اجسام مسلحه واجسام مدنيه كويس، الاجسام المسلحه دي ما قبلت بالاتفاق بتاعك، ما قبلت بالاتفاق بتاعك البتة، لانه فيها انت وعدت في اديس قلت حاضمن الوثيقه دي، حاضمن الاتفاق ده للوثيقه، انت وعدت كده. جيت الخرطوم نغطت العهد والميثاق ورفضت الضمينه واطلقت الكوادر المحزبه سياسيا، الكوادر اطلقت 1000 2000 كادر في الفيس يمشوا المجموعات عشان ياثروا على الراي العام، يكرهوا المواطن في الحركات المسلحه، يكرهوا المواطن، لانه قاده ناس الحريه والتغيير نظرتهم لقاده الحركات المسلحه انه ديل من اتجاهات معينه، ولا يحق لهم يحكموا السودان، ولا يحق لهم يجوا الخرطوم، ولا يحق لهم يقعدوا للتفاوض، ولا بنديم الشرف ده، نحن بنشيل الشرف ده كله بتاع مجلس تفاوض يكون من اتجاه واحد في السودان، خلاص بنشيل الشرف ده وبنمنعه من باقي السودان، ده الغبن اللي وصل له انسان الهامش، انسان الهامش بيفكر الان، ما في زول، الناس دي بتقول مدنيه، لكن في زول سأل نفسه الليلة جبهة الشرك فيها شنو؟ في زول سأل نفسه عن الحركة المسلحة اللي بقت تتحرك في شرق السودان واتفاق ما بين كل زول يحمل السلاح في شرق السودان الآن مع بعضهم البعض؟ في زول الليلة مركز مع الكلام ده؟ بيخمك في الفيس بفلان داك وعلان داك وبيشغلك بالقضايا الما المفترض تنشغل بها، لكن معلش انت كزول ولدت عالم السياسه جديد بتفتكر انه ده الصح ده الصح ده الصح خلاص، ودي مشكله كبيره جدا، دي مشكله كبيره. الان السلاح يا جماعه غادي يدور في الخرطوم، غادي يدور من في الخرطوم كويس، غادي يدور في الخرطوم. يعني احنا لو دور السلاح ده حنستفيد شنو؟ انا داير اعرف. الاصوات الناعقه والاصوات الغير واعيه والغير منطقيه، الما مشبعه بعقل ولا مزوده بوعي
ولا تمتلك رؤية ولا فكرة. هل بيطلقوهم لك في الفيس يقعدوا يكتبوا لك فليذهب قادة الحركات إلى الجحيم إن شاء الله عنهم. هاي عنهم السودان حقك إنت؟ السودان حقك إنت؟ إنت بتقسم رحمة ربك كما تشاء؟ إنت بتدي التراب ده حق ده؟ هل أدى محمد عصمت وأدى الأصم وأدى عباس مدني وأدى قادة الحرية ناس علي الريح السنهوري الحق إنهم يحرروا السودان ويسووا ويفعلوا وحرم الحركات المسلحة منه؟ هل أدى الحق ده منه؟ هل أدى الحق منه؟ الفرق شنو الليلة بين مناوي وبين هنا جيفارة؟ الفرق شنو؟ ولكننا نحب الكافرين حقيقة. كويس؟ الفرق شنو بين ده وبين ده؟ ده شال السلاح نصر مظلوم وده شال السلاح نصر مظلوم، لكن داك عشان اشتراك الشيوعي بتقيف معاه الحاضنة الشيوعية أكتر. خلاص جيفارة، حتى لو جينا رجعنا للتاريخ الجرائم اللي ارتكبها جيفارة ما والله في جرائم فعلا في ناس من علماء المجتمع ومن غيره ومن استغربوا انه كيف يوضع حتى صورة. ده ما كلامي انا، ده كلام ناس حتى سياسيين فيه. كويس؟ حتى سياسيين فيه وبيعتبره فترة من فترات قلة من الانحطاط الفكري الوقت ذاك الحاصل. كويس؟ معليش احنا ما قاعدين نقرأ، هون احنا فاضيين، نحن بس دارين نمرك ماشيين جايين نسمع ده قال شنو وده قال لنا ياو ياو. لا في زول فينا بيمشي بيقرأ ولا بيمشي بيطلع على وثيقة ولا بيشوف المفاوضات دي فيها شنو. اول حاجة عايلة وفد المفاوضات المفترض تقول ما شايف باقي السودان ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ اتجاه واحد بيحدد دولة؟ اتجاه واحد بيحدد دولة؟ انت قلت كل اجزائه لنا وطن وتمشي تختار الوفد من اتجاه واحد؟ تلعب لعب ولا شنو؟ تغش الشعبي ولا شنو؟ امشي عين امشي شوف وين باقي السودان. يقول لك دي ما مهمه يا اخي، ده طمس بتاع هويه، ده سرقه بتاعت ثوره. لما تعمل كده وتجي تقصي الحركات المسلحه، الحركات المسلحه قد يكون المجتمع الدولي ضغط عليها في الفترات الاخيره زي ما ضغطت الحكومه الفرنسيه في يوم من الايام على عبد الواحد محمد نور، لكن محتفظه به كعقليه في نفس الوقت، كعقليه لانه انت كجسم سياسي فشلت في انك تسوق نفسك خارجيا، لانه كثير من الاحزاب السياسيه. كويس؟ ودي الحاجة اللي كانوا بياخدوها على الصادق المهدي، انه كيف بقى رئيس نادي مدريد، خلاص؟ وانه كيف المجتمع الدولي بسميه ابو المعارضة السودانية، وكيف المجتمع الدولي بيقبلوا القبول ده وبيحترموا الاحترام ده، كانوا بيتوجعوا من النقطة دي السياسيين، خلاص؟ الليلة لما نمسك عبد العزيز الحلو، الفرق بينه وبين باتريس لومامبا شنو؟ الفرق بينه وبينه شنو؟ الفرق الليلة لو مسكنا عبد العزيز الحلو ومسكنا معاه كوامي نكروما، الفرق بينهم الاثنين شنو؟ الفرق شنو لو جيت مسكت الليلة جبريل كويس ولا عقار وجبتهم قارنتهم بالخطابي ولا جيت بعبد الكريم قاسم ولا جيت قارنتهم بأحمد عرابي، الفرق بيناتهم شنو؟ ما ديل قادة التحرر وديل قادة التحرر. ديل قادة يا شباب الحركات المسلحة ديل ناس حرقوا أهلهم وديارهم وقتلوا أطفالهم، اضطروا شالوا السلاح دفاعا عن نفسهم، دفاعا عن نفسهم. البشير ضرب جبال النوبة بالكيماوي ولكن الهامش لا بواكي له، البكا فقط على من الخرطوم، لأننا خرطوميون التفكير، لأننا خرطوميين ما بنفكر أبعد من الخرطوم. التفكير في الخرطوم ده الآن سبب شحناء وبغضاء. سب واحد يقول لك دي فتن ما تتكلم عنها، لما الموت يكسر في الخرطوم انت جنيت؟ الزول الفكر قاصر الما واعي سياسيا يا هدى اللي بيغشوه بيخلوه يمشي يكتب ما دايرين تفاوض ذاته لا حركات لا بتاع كلهم شنو يا اخي؟ بتعرف للحركات شنو انت يا اخي؟ انا ده ما تابع لحركه ولا تابع لحزب، لكن بحترم الاحزاب وبحترم الحركات في النهايه. انت منوع عشان تجي تحدد. كويس؟ انت منوع عشان تجي تقول الحركات المسلحه. الوطن ده حقك انت؟ الوطن ما حق الحريه والتغيير، الوطن ما حق الشباب المستقلين برام، الوطن ما حق السلطات برا، الوطن حق الجميع. انت بتقول السودان يسع الجميع وتقول بنحلم به يوماتي وحنبنيه، حتبنيه بالعنصريه؟ حتبنيه بالاكاذيب؟ حتبنيه بانك تشوي صوره ابناء الهامش؟ كويس؟ ما اذا كان انت بتقول في يوم من الايام خليل ابراهيم كان كوز، خلاص اذا انت بتقول الكلام ده خلاص الليله انت عندك ساطع الحاج ماسك المايك وبقول في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، ما يهود بقول فليعد للدين مجده او ترق كل الدماء. كيف ترق كل الدماء؟ هذا الشعار الذي سقط به خيرة ابناء الوطن، هذا الشعار الذي جعل القنابل تدوي في جماجم الاحرار في جنوب كردفان في جب في في, في, في في دارفور في النيل الازرق. الشعار ده الشعار الكاذب ده الضال ده خلاص يا هودا خلى الموت يكتر.
يا ويندا، رغم نضالات ساطع الحاج وأسطوريته ورغم شخصيته القوية، لكن دي من الحاجات اللي سكتت عنها. ليه لو كانت لناشط مستقل ولا لو كانت لكذا كان الليلة قومت الدنيا وقعدتها. لكن الحكاية خليها زول من ناي معين اتجاه خلوه هاي هاجموا لنا الهامش الحركات ايوه هاجموهم اسمام شو طليهم خونا كذا. دي اجتماعات كثير من القيادات بيتم بالصورة دي. الشارع برا مغيب عشان كده بيفتكر الكلام اللي بيتكتب ده بس ده الصح. يمشي يجي صحفي واحد من الصحفيين بيكونوا خاتينهم خلاص يحاولوا يغشغشوا الناس كويس يدوه كلام مبتور يقول له اكتبه ويمشي يتمه بتاليفه ولا يمشي يكتب لك كلام خلاص ويكون الصحفي ده على علاقة قوية مع صلاح قوش حتى هذه الايام كويس. طيب تلقاه انه يكتب يمشي يقول لك قال ما عارف لك من مصدر شنو ما بعرف لك من شنو خلاص هو ضح لنا انه الحركات تسترزق. انت اكبر مسترزق تسترزق شنو انت؟ الحركات المسلحة شالت سلاح وقفت ضد باطل انت وقفتها ضد باطل؟ انت ليه الان مع صلاح قوش؟ باطل شنو بدي تتكلم عنه؟ كل يوم جايب لك واحد من الحركات المسلحة بيتنبس فيه وبتطبل لعبد العزيز الحلو عشان تضمن انه قاعدته ما بتهاجمك خلاص. ونفس الزول اللي بيكتب الكلام ده الصحفي ده صفوي في تفكيره ونخبوي جاري ورا المركز بس ماشي يفتش تلقى الواحد مائع في الاسلوب بتاعه. كتير مننا الليله ما قادر يقول الجواه حقيقه عشان كده اطلع لسه هل اقول الجواه بر. انا شخصيا قاعد اقول الجواه قرر خلاص واي زول يقول الجواه وده ما وقت للسكات وده ما وقت تاني الناس تقعد خلاص. الاتفاق ده لو تم بالصورة دي حيدخل البلد في مشكلة الواحد بيقول الكلام ده وانا عارف كتير من الناس غد ما يستوعبوه. كتير من الناس رغم كتير من الناس بيقول لنا والله يا اخي يا دوب اكتشفنا في كلام قلتو بيجي يجي صح يا دوب بيجي يجي احنا في البداية ما قايلين انك احنا في البداية ما قلت لهم عينه اصبروا ادوا الايام براكم بتشوفوا. وكلتوا يوم اكل الثورة الابيض خلاص لما كانوا في الميدان في الاعتصام كانوا تعالوا يا ناس الحركات ايوه اتزو ناسنا ايوه تعالوا كلنا من اجل وطن. الان لما جات السلطه الدين برا واقعد نبزهم وقول ديل شنو يا زول تنبزهم ما ديل بيجي يحرقوا لك الخرطوم. الله يهديك ما تقول لي قال المجتمع الدولي ضدهم. ما المجتمع الدولي كمان بنسبه عاليه الغربي ده ضد الفكره الاشتراكيه وبراءه متبدده كويس. نفس ما الاشتراك هناك ضد الرأسمالية شغلانية غريبة جدا خلاص. انا داير اقول انه ما ممكن نعجب بجيفارة وننبز ناس مناوي وناس الحلو وناس عبد الواحد كويس ناس عبد الواحد محمد نور نقعد ننبس فيهم ونعتبرهم طلاب. الجبهة الثورية كان طالبت قالت دايرة مقعدين المفترض يدوها ثلاثة مقعدين للحركات ومقعد للنازحين من ابناء دارفور هناك. الغايدة المفاوضات هل داغ الحرب؟ هل عنده اهله كتلوه؟ هل شاف موت؟ بيعرفوا من وين؟ ما محروب الجمرة بتحرق الواطيها ديل الناس ناس الحركات ديل الحرقوا ليه ما هي اهلهم وكتلوهم ديل اللي بيمشوا فاوضوا بحاجة من القلب تمشي تسحب سياسات السودان كلها توديها مركزية كيف الكلام ده يا جماعة؟ معقول الموضوع يمشي بالصورة دي؟ كان المجلس العسكري يقول لهم وفدكم ده عنصري وفدكم ده ما بعبر عن السودان وما الزول اللي بيقول لكم وفدكم ده عنصري هو تقول لي عنصرين انتوا كونتوا الوفد بالشكل ده. لكن المجلس العسكري اللي بيخليه يقول كده شنو ان شاء الله هو المجلس العسكري كمان نفس العنصرية واكتر اوي طريقة دي ابن وطن. كثير من الحركات وتاني بعيد زي ما قلنا في اللايف الفات كثير من الحركات المسلحة كثير من القيادات الميدانية كثير من كلامهم بقى دخول الخرطوم ان احنا لاننا خرطوميين ولانه ما بهمنا غير الخرطوم ولما تحصل سيول في الخرطوم خلاص تقوم الدنيا وتقعد. لكن تمشي بكرة تحصل في الدامر ولا تحصل لك في سنار ولا تحصل لك في نيالة ما في زول يشتغل بالموضوع ما في زول
في الجزيره دي، في الجزيره القريبه، الجزيره دي خلاص في حدود الخرطوم دي ناس بموتوا خلاص من الامراض، ما في زلكان بيجيبهم ولا بيشتغل بهم. النيل الابيض جنوب يا جماعه، البلد كلها تعاني، البلد نعم كلها هامش، لكن الليله اعرف حاجه. طيب انا داير اسال يا شباب، الناس اللي بتقولوا الحركات يجب انه ما الناس ما تقبلها، هم السودان ده ما حق زول عشان تجي الحريه والتغيير تحدد انه الحركات دي وطنيه ولا ما وطنيه، ما ممكن الحركات دي تجي ترميها في راس الحريه والتغيير هسه جوا الخرطوم. اها احنا كسبانين شنو؟ كسبانين شنو؟ فقدنا ارواح، فقدنا وطن، فقدنا دماء، الدماء دي انتوا بتهمكم ما غاليه؟ هقول جات الحركات المسلحه دي بكره خشت الخرطوم، قول انتصر عليها الجيش والطيره وجهاز الامن والدعم السريع والشعر كلهم ديل يتلموا انتصروا. ها الماتوا كم؟ الامهات السكل الامهات السكلت كم؟ والاطفال اللي يتمت كم؟ والنساء الرملت كم؟ والبيوت اللي هدمت كم؟ والاسر اللي شردت كم؟ والافراد اللي تم تهجيرهم كم؟ الرعب والخوف وعدم الطمانينه وانتشار الامراض اللي بيكون حصل في المجتمع بيكون بنسبة كم؟ ما نفس الانكسار النفسي الحاصل لنا من فضل الاعتصام لليلة لغاية اللحظة دي خلاص فضل الاعتصام كويس؟ ده اللي حصل فيه ده قاعد يحصل عادي في الهامش، ترى ما شايف حتى سير 6 شهور في الوثيقة لعملية السلام، 6 شهور خلاص؟ ال6 شهور دي ما موضح برنامجها حتى، ال6 شهور كانت تكون مفصلة تفصيلا كويس. ناس الجبهة الثورية اللي بيطلعوهم ليكم خونة وعملاء خلاص، اللي بيطلعوهم خونة وعملاء خلاص هم أشرف من كثير من القيادات الآن في التلفزيون للأسف الشديد، لكن لأنه تم تغييب الشباب في امتى تم تغييبهم بس أمشي يلا أمشي أروح قدام في امتى لو زول قال راي يقول له ده كوز ده شنو سكتوا الناس كلها وخوفوا الناس. أنا شخصيا لا بخاف لا بسكت، هذه وجهة نظري بقولها. أنت قلت حرية سلام وعدالة، حرية أقول رأي لا بكذب لا بنافق، كذبت امشي وديني القضاء كويس. حريه سلام وعداله خلاص، العداله انك تكون عادل في من اختلف معك خلاص، العداله ما احمد الضي امبارح لما قال لك يا الحريه والتغيير انتوا صح في 1 2 3 الليله جن تغتكم في 1 2 3 امبارح كنتوا بتصفقوا له كنتوا بتطبلوا له، لما جن تغتكم انتقاد ما تحملتوه وجهتوا كوادركم السياسيه قلتوا اوصفوه بالكوزنه وبالخونه لانه ظهر في تلفزيون السودان، وكوادركم ديلك يوم متجدعين ليل ونهار ماشيين قاعدين في تلفزيون السودان تنافقوا على منو تكذبوا على منو خلاص يا أم. دي العدالة إنه كانوا مبارح معاك عشان اختلف معاك في رأي دار تجي تطلعوا كوز والله دي شغل، دي العدالة ما شاء الله كويس، ما شاء الله كويس. عشان كده تاني بعيد، الحركات المسلحة جزء أصيل، الحركات المسلحة جزء أصيل خلاص، جزء أصيل كويس من عملية السلام وعملية البناء وعملية التحول الديمقراطي. وأي ما كان والله يا جماعة إذا تم الاتفاق بالصورة دي أو لا، أتم إبعاد وثيقة أديس بالصورة دي والله العظيم البلد حتدخل في بلاء، والله العظيم يا أخوانا الزول الأفق ضيق غد ما يفكر، الزول ما بركز غد ما يعرف يتكلم، لكن أي زول فينا يفكر بالمنطق وبالعقل، بالمنطق وبالعقل. ناس مناوي ديل مليون مرة صدرت ضدهم أحكام بالإعدام كويس، مليون مرة تمت مطاردتهم وقربوا يغتالهم خلاص، كان مناوي كان جبريل، ناس مناوي كانوا بشيلوا السلاح قدام التاتشرات ما بقولوا للناس تعالوا الاعتصام، لما تحصل لحظة الفض بيسحبوا كوادرهم وبقوموا جارين. ناس عبد الواحد كانوا قدام في الجبال، كانوا في الجبال خلاص، ديل ناس عبد الواحد محمد نور زول شال السلاح قاتل 30 سنة جاي انت الليلة داير تقصيه بالصورة دي، قلت لك بيخش بترمج لك الموضوع ده في راسك في الخرطوم وبيقعد، واللي بيحصل ما بيعرفه الا الله. يا ناس الحرية والتغيير خافوا الله، خلوا العنصرية وعقدة النقص في داخل كثير من قياداتكم دي تجاه ابناء الهامش دايما وابدا، وتذكروا انه فعلكم ده غد يحرق البلد، غد يحرق البلد الفعل ده، الفعل ده غلط
غلط. ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، الله شاهد. كان سألني يوم القيامة بقول له يا رب في غلط من المجلس قلته، في غلط من الحرية والتغيير قلته، خلاص في غلط من الحركات قلته. لما انتخذنا الحركة عليك الله دقيقة، في واحد من الحزب الشيوعي خلاص الاسم صلاح قال الحركات المسلحة مكونة من قبيلة واحدة خلاص. طيب الزول ده ما يكون عادل ويكون شجاع، لكن لأنه هو بيدق ذاته مستخدمينه، هو ما يكون عادل يقول جهاز الأمن كان حق قبيلة واحدة، ما يقول كده، ما يقول جهاز الأمن كان حق قبيلة ولا قبيلتين، ما يجرؤ ولا في الحلم ما يقدر يقول كلمة زي دي، ولا في الحلم، لأنه لا يملك قراره، لا يملك، ضعيف خلاص، لا يملك قراره البتة دوني خلاص. ما يقول يا أخي إنه الليلة ناس الله يتكلم بصراحة، هو يقول والله الليلة القبائل في السودان بتهمش قبيلتين ثلاثة وبتهمش باقي كل قبائل السودان، ما يقول الكلام ده كان، ما يقول قيادات الجيش جابهم الرئيس كلهم كانوا من أهله، ما يجي يقول الكلام ده، ما بيقدر يقوله، لكن بيقدر يقوله في إنسان الهامش الضعيف بيقدر يقول الكلام ده، لكن لا يستطيع يقوله هناك لأنه غيب عقله وأضعفت إرادته وسلبت كرامته، يصبح لا يعرف ماذا يقول. وبالتالي ما الآن الكوادر القاعدة تسوق الناس في الخط التصعيدي مع الحركات المسلحة، الآن الكوادر القاعدة تسوق الناس على اتجاه إنه نبذوا الحركات المسلحة، والحركات المسلحة خونة، والحركات المسلحة مرتزقة. الناس ديل القاعدين يسوقوا الناس في الخط ديل ناس عنصريين من الدرجة الأولى، ولما الهامش يقول أنا مظلوم ما تقول له أنت عنصري، العنصري انت الظلمت الهامش، العنصري انت الكونت وفد بتاع تفاوض من اتجاه واحد في السودان كويس. الحركات المسلحة دي خلاص، الحركات المسلحة الليلة ناس كتار من الشيك، في ناس بيسألوا بيقولوا وين موسى محمد احمد، انتوا عارفين انه موسى محمد احمد الان الاف المسلحين حوله كويس، الاف المسلحين حوله، ده موسى محمد احمد اللي كانت الحملات عليه واللي كلنا كنا ضد موقفه لما جاء مساعد لرئيس الجمهورية، لكنها حوله مسلحين، كان حاولت تقبضه معناه تكتل المسلحين ديل، ومعناه هم يقتلوا منك نفس العدد، ومعناه حتى بعدك انت تقدر، في داعي للكلام ده كله؟ في داعي؟ هل مالك عقار وجبريل خلاص وعبد الواحد ومعاوه عبد العزيز الحلو وياسر عرمان كويس، الأسماء دي كلها هل هي غريبة على السودان؟ هل هي جديدة على السودان؟ هل النضال ناضلته كثير من اللي بيكذبوا في الإعلام؟ في الإعلام لو قالوا الحركات المسلحة عبد العزيز الحلو كان نائب والي جنوب كردفان، وقالوا إنه يا أخي كان اسمه منه فلاء عقار كان والي النيل الأزرق، يا أخي خلاص اتفقنا، ومناوي كان مساعد رئيس الجمهورية، اتفقنا خلاص كويس. لكن أنت عندك واحد من لجان التفاوض ومن الحرية والتغيير البارزين كان شغال في إدارة البنك المركزي بنك السودان، كان الزول ده ما عنده تعامل مع النظام اللي بيخليه يشتغل في بنك السودان المركزي، شيء حلال عليكم حرام على البقية، حرام على الهامش انه يفكر، حرام على الهامش انه يفكر بصوت مرتفع، حرام عليه انه يدرس الافكار حتى في داخله، وحلال على ابناء النخب، على ابناء المركز الخرطوم التي اصبحت غولا التهم كل الاحلام وكل الامال. ليه يا اخي ما تكون كل ما يكون كل السودان واحد، القومية هي العنوان، الوطنية سلام وامان، نحن بالروح كويس، نحن بنردد كده وبنقول نحميه من شمال ومن جنوب، وبنقول نصد العدا العدا كويس، ونحملها ونفعل، وكرري تحدث عن الرجال كالأسود الضارية، لكن وين الكلام ده الآن يا جماعة؟ وين الكلام ده الآن؟ الحملة الممنهجة، الحملة النبذ اللي قاعد تشوفه في الفيس، بتكلم مع الشباب العشرينات وما دون المساكين خلاص، النبذ اللي بيشوفوه في الفيس ده قاعدين يحركوا كوادر أحزاب، ما قاعدين يحركوا الناس الغير منظمين، كوادر احزاب هم اللي بيكتبوا وبنبذوا في التعليقات، بيجوا بنبذوا قادة الحركات عشان يقصوا قادة الحركات من المشهد، عشان يخلوا المواطن يقول اه ما دايرينه خلاص. طيب المواطن قال اه ما دايرينه، وانتوا يا اغوى الحرية والتغيير قلتوا ما دايرينه، انتوا يا اغوى الحرية والتغيير السودان ده حقكم انتوا عشان تحددوا اللي يجي يفاوض منه ما يفاوض منه، هل كان العربات والجرارات دي اتحركت ودباباتهم دي ولا تاتشراتهم دي دخلت في الخرطوم،
انتوا بتكونوا وين يا غادة الحرية والتغيير؟ الفالحين للعنصرية وكراهية الناس بس تبصوها في بعض وتكونوا لكم مفد تفاوض من اتجاه واحد وتقصوا ابناء الهامش. خلاص كل السودان الهامش ده قصيتوه كويس؟ من شرقا لغربا لكل السودان كويس؟ الليلة لو حصلت الموت في الخرطوم انتوا يا قادة الحرية والتغيير بنشوفكم قدام؟ ما بتمشوا بتتجاروا الغصر هناك؟ بتتجاروا الغصر؟ قبل يومين قيادة الحرية والتغيير ما عندكم وفد كان بيحنس كان في حميدتي عشان يجي يدخل له وفد تفاوض يقنع الجبهة الثورية؟ ما في زول من قيادات الحرية والتغيير قال لحميدتي قال لي ما شفنا غايد غيرك؟ الكلام ده ما حصل منكم يا قيادة الحرية والتغيير؟ ورب الكعبة لو الموضوع ده داير انه انا اجيب الزول اللي قال الكلام ده كويس، اجيب الزول قاله كويس وادخله في مكالمة على الهواء. يا اخي انتوا بتلعبوا على عقول الناس ولا شنو؟ انتوا ماشيين لحميدتي ليه وقت شايفين انه راعي؟ وقت قاعدين تنبذوه بتتجاروا ليه وليه وبتقللوا من نفسكم هناك؟ خلاص مشيتوا قلتوا ليه ادخل واسطة لانه ناس الحلو وديل بيحترموك انت ما بيحترمونا نحنا، بينظروا لينا نظرة ابناء مركز صح ولا لا؟ داير مويه زادي شغل هني. انا واحد من الناس معلش الله عندي مصرة انا اقصد رب الكعب الانفعال ما بينفع معي كويس الانفعال ما بينفع معي عندي مصران الانفعال بيخليني اقطع نفس واقطع كلام لكن لا في كلام لازم يتقال كويس باي حق وفدي من الحريه والتغيير نفرين ثلاثه كويس بالاسم بيمشي يقول يا حميدتي حل لنا مشكله الجبهه الثوريه عليك الله اضرب لهم تلفون انت القائد الهمام انت نسيت نحن امبارح ما رفعنا صورتك في الاعتصام الرفع صوره حميدتي في الاعتصام منه ما تجمع المهنيين والحريه والتغيير ما كان في زول بيقدر يرفع صوره لو ما ديل خلوه يرفعه ما كنتوا رافعين الاسد الدكران وللراجل الدكران الخوف الكيزان ما كنتوا رافعينه كده بعد شويه جيتوا هاجمتوه وهجوم عنصري قبل يكون سياسي ولا عدلي ما كان هجومكم عدلي كان هجومكم عنصري كويس كان الهجوم من النقطة دي خلاص الآن بتتجاروا لحميدتي القاعدين تنبذوا تقولوا للشعب شنو تقولوا للشعب معلش ما الشارع ما عارف الكلام ده معلش لكن بعده يعرف والله يعرف خلاص في البداية حيكذبوك يخونوا يهاجموك بعد شوية يبدو يا دوب الناس في ناس يا دوب يبدو يستوعب كويس ليه مشيتوا لحميدتي كويس قبل يومين ولغايه امبارح وبتقولوا يا سيد محمد حمدان دقلو وبالمناسبه الاثنين منهم واحد هو الاجماع الوطني واحد نداء السودان عشان ما يقول لك دي الناس الصادقه المهدي لا والله ما كده عشان اي عمليه بتاعت بيع ولا تآمر قالوا حصلت مباشره بيجيبوا لك صوره الصادقه المهدي لانه الصادق المهدي السوار شايليننا معاه من يوم قال بوقت المرقة وقبلها كويس فبجيبوا صورة الصادق عشان الناس تهاجم الصادق وتخلي الناس الحقيقيين اللي عملوا الحاجة دي كويس ده الناس حزب الأمة يا زول قياداته كلها كانت معانا في المعتقل قياداته ناس الصادق البرلوم وناس منتصر الشرميطي كويس الأفاتارات ديل كويس كانوا قدام هناك ناس الصادق البرلوم الله أكبر ولله الحمد نمشي تاني نرجع ما يحدث الآن في الساحة هو عملية بتاعة تصفية حسابات الآن بيشوفوا إنه نحن ناس الحرية والتغيير ما ممكن نسمح للكوادر المسلحة بإنها تجي تكون في السلطة طيب أنت منعت الحركات المسلحة ورفضت إنها تقعد وأبيت توافق يا شباب الناس زي اللي وقعوا في أديس مع الحركات المسلحة على إنه يا ناس الجبهة الثورية ما عندنا مشكلة انتوا كلامكم شنو ناس الجبهة قال لهم دايرين نضمن حق انسان الهامش تاني لا يتهجر لا يتكتل لا يتحارب لا يتحرم من التعليم قال لهم ما في مشكلة كيف قال لهم دايرين تضيفوا لنا الاتفاق ده في الوثيقة بانه يكون في ضمان الضمان ده مثلا نحن نقول دايرين قوات يوناميت تكون حارسة لنا القرى دي لاننا لا واثقين في الدعم السريع ولا واثقين في الجيش ولا واثقين في الامن ولا واثقين في الشرطة ديل اللي بيجوا بيحمونا نحن بنثق فقط في اليوناميت ولا قوات الامم المتحدة كويس دي النقطة الاولى طبعا هسه حيجيك جزء يقول لك ناس الحرية والتغيير لن يسمحوا بالتدخل في الوطن بالله تمام هسه الخط بقى اماراتي البتة كويس النقطة الثانية قالوا الكلام ده قال لهم حنوافق عليه وقالوا ما في مشكلة يلا ها قالوا ضمنوه في الوثيقة اتفقوا وقعوا على انه يتم التضمين في الوثيقة
لما انجوا راجعين قالوا لا. البيان الصدر من قوى الإجماع الوطني أول امبارح رفضا لمشية القاهرة، رفضا لمشية القاهرة. إنه الوداكم شنو؟ الوداكم شنو؟ الاجتماع دعت له المخابرات لما مشى وفد الحرية والتغيير باشمهندس عمر الدقير الدكتور ومعاه مدني، مشوا الاثنين هناك ناس والإجماع قالوا لي ديل الوداهم شنو، وناس الحركة ناس الجبهة قالوا لي انتوا جيتوا من غير تفويض، الفوضكم منو؟ الفوضكم منو؟ وين؟ هل جيتوا بتفويض ولا جيتوا كمبادرة انسى أخوية خلاص ولا صداقية؟ انتوا جيتوا بياتوا شنو؟ كان قال لهم فاجئهم بسرعة الله عزبنا زار كويس. قال لهم يا أخي دقيقة النقطة، انتوا قلتوا شنو؟ ده الكلام اللي كان حاصل، قالوا انه يوقعوا على الاتفاق ده، لغاية الان ما وقعوا. قال لهم حنوقعوا ندمجوا في الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية دي حقت وطن كامل ولا حقت حرية وتغيير؟ الوثيقة الدستورية دي حقت دولة كاملة خلاص ولا حقت 10 افراد ولا 5 افراد؟ ما في النهاية الحرية والتغيير فصيل من الكتائب السياسية الموجودة في السودان ككل. الفصيل المسلح لما تبعده حيموت المواطن المسكين الأعزل. الحركات المسلحة لما يتم إقصاءها بالصورة العنصرية نظرة إنسان المركز الأفندي المتعلم المثقف صاحب الطربوش وصاحب الشنو على إنسان البادية المهمش البسيط، دي النظرة الماشية ليه؟ ليه؟ الرفعك انت على ده شنو؟ ربنا كرم كل البني آدمين وقال جعلناكم شعوبا وقبائل. السودان الآن شعوب وقبائل، في قبائل تطورت لشعوب في السودان، شعوب وقبائل، بلح في الشمال وقهوة في الشرق خلاص، روعة الغرب ومتعة الشرق، السودان كله روعة وجمال، وسط أحلى منه ما في. ربنا قال شعوب وقبائل لتعارفوا، ما قال لتكارهوا، ما قال لتباغضوا، ما قال لتنافقوا. نحن بنقراها شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن العقل الباطن العنصري الجوانا بقراها لتباغضوا. امشي شوف حال الامم السابقة وشوف حال الامم الغابرة والسنين الماضية، امشي شوفها، ما تفرق شملهم وما تم تدميرهم البتة الا بعد سلط بعضهم على بعض، وإلا بعد انتشرت العنصرية وزادت الجهوية. إلا الناس الواعين اللي بيحترمون العنصر لكن لا يحترمون العنصرية، يحترمون الجهة ولكن لا يحترمون الجهوية، يحترمون القبيلة ولكن لا يحترمون القبلية. هو الإنسان الواعي العاقل، الإنسان العاقل الواعي المدرك. العنصرية مرض، السوار في الميدان تخلصوا من عنصريتهم، والما عنده ما عنده من يومه. المشكلة بقت في القيادات الما واعية دي، زي الطفل اللي اديته سلاح في يده، دي الما واعية دي قاعدة تولع الآن مشكلة مع الحركات المسلحة، والشباب ما واعيين النقطة دي كتير منهم، لكن رغم ده برضو في كتير وعى، برضو في كتير وعى كويس. كل من اختلف مع الحرية والتغيير يتم تخوينه. أهل ليلة الحركات تميتوا تخوينهم، عملتوا تخوينهم عبر كوادركم في الإسفير في الفيسبوك في الواتساب، خليتوهم ينبزوهم. أهل ليلة قالوا إلا ده بأكد لنا إنه صح إحنا خاشين الخرطوم. يا أخي الله لا يجعل قطرة دم وحدة تهرق، الله لا يجعل قطرة دم. يا ناس الحرية والتغيير أدرسوا تاريخ هيلة سلاسي، أدرسوا تاريخ بن جديد حتى بأخطائه اللي كانت حاصلة فيه كويس، أدرسوا تاريخ ود المحجوب حقيقة، أبعد عنه دكسة النخب الخرطومية والأفندية اللي كانت موجودة حتى في عهده، أدرسوا منه الحاجة الصح، أدرسوا الصح، أقروا لعبد الخالق كويس، أقروا للأفتارات اللي كانوا تجاوزوا عن أخطائهم، أقروا لحاجاتهم الصح، حاجاتهم الصح. منصور خالد أفتار لا يجارى، أفتار قل نظيره خلاص، رجل عظيم والعظم المطلقة لله والمبعضة للبشر والمخلوقات كويس. الأمشو لمنصور خالد شوفوه قال شنو في بناء الدولة، أقروا مشروع دكتور جون جرن، الناس اللي كانوا قلوبهم على الوطن، جون جرن قعد مع كل مكونات السودان،
ما قال انتو كده ولا انتو كده، ما قال. خلاص كانت نسبة العرب في استقبال جون قرن اكبر من الجنوبيين ذاته في المطار 2005. الشعب كان بيبكي فرح، بيبكي فرح. الان دارين تبكون واح مش كده بانه الحركات تدخل الخرطوم. يا اخي زول شايل سلاح بيقول لك يا اخي انا داير ضمان انه ما يحصل لي ضرب تاني، انا اللي اتفجعت بالحريب دي ما انت. يا جماعة نفهم حاجة، انه الحرية والتغيير ما من حقها تقصي الحركات. اللي بيحصل ده لعب، انا كان في امكاني اسكت واقعد اقول اي والله الحرية صح، نشجع نؤيد نشجع نؤيد خلاص والقى. يا سلام استاذ والله تزول، يا سلام. ابدا اخترت الطريقة الثانية، طريقة الوضوح والمكاشفة، اخترت طريقة الوضوح والمكاشفة، انه المجلس غلطت دي في راسه، الحرية والتغيير غلطت دي في راسه. خلاص عرفت حياة انهال عليها جماعات تقيلة جدا وشتايم ووصلت لدرجة الاسرة، لكن برضو في النهاية الزول الثابت على مبدأه ما بيهتزه والعارف نفسه الصح بيستمر للنهاية. والان الخطأ ده لو قعدنا نتبعه، الخطأ بتاع انه ابعاد الحركات المسلحة من المشهد يعني دمار البلد، يعني دمار البلد. كويس انت يا ناس الحرية والتغيير عارفين الحركات دي جواها غبن وظلم بتاع سنوات طويلة، تقوموا تقصوها. بكرة يجوا الخرطوم اللي بيتحمل المسؤولية منه، اللي بيتحمل المسؤولية منه. نيلسون مانديلا قال اليوم نبدأ الغفران، اليوم نبدأ الغفران يا ولدي. نيلسون مانديلا 1918 الميلاد، افاتارا لا يجارى من 64 في سجل 90 عليه رحمة الله، من افاتارات شهداء النضال في التاريخ. نحن بنقرأ ماو تي سي تونغ مانديلا، نقرأ جيفارا، يا سلام. غريبة بننسى انه عندنا عبد الواحد وعندنا مناوي وعندنا الكوميريت الافاتار عبد العزيز الحلو، بننسى انه عندنا ناس دهاقنا، بننسى الناس ما تسيء للحركات المسلحة. كوادر كانت قدام في الثورة، الناس ناس الحرية والتغيير كوادرهم بيقولوا، كوادرهم المملية بتكتب بتقول يا اخي انه انتو يا الحركات 30 سنة ما قدرتوا تسقطوا النظام، 30 سنة ما قدرتوا تسقطوه، بعد ما الشعب سقطوا دارين تسرقوها، انتو دارين تسرقوها، بعد 30 سنة انتو سياسيا كأحزاب فشلة في انكم تسقطوا النظام، سقطوا لكم الشباب البناطلين ومناصلة، سقطوا لكم الشباب الأحرار المستقلين، لو انتو كوادركم 3000 سنة لقدام تسقطوه. كويس عشان كده نافع كان بيستهتر بيكم يا أحزاب، كان بيستهتر بيكم، كان بيقول لكم الحسوا كوعكم، كان بيقول لكم كده لأنه واثق من ضعفكم الوقت ده. انتوا كنتوا ضعاف الوقت داك، لكن اتقويتوا بثورة الشعب ده يا الاحزاب. الان انتوا كان ما في، في زول كان بيعرف الحزب الناصري قبل الثورة؟ في زول كان بيعرف على الرأي حسنوري قبل الثورة؟ في زول كان بيعرف الاسماء الناس مدني قبل الثورة؟ الا الكوادر المنظمة او الشاب المثقف شوية جدا، ما كان في زول بيعرف ديل. لكن كان اسم مناوي واضح، واسم عبد الواحد واضح، واسم منصور ارباب واضح، واسم عبد العزيز الحلو واضح، دي اسماء صنعت نفسها بالتاريخ. وكان اسم جبريل خليل واضح، كويس، ومالك عقار اسم واضح، وياسر عرمان اسم واضح الوقت داك، اسم الطاهر حجر واضح. الكلام ده لليلة لا امس لا امبارح لا العصر لا العشاء، الكلام ده اسماء موجودة ما تعرفت الا يوم 6 ابريل، ما تعرفت الا شهر 12 الفات، لا اتعرفت من زمان. انتوا ظهرتوا للشعب في حين غفلة، وليس الحركات، وليس الحركات المسلحة، وليس الحركات. لما اتقتل دكتور جبريل ده الخرطوم دي قامت وقعدت، مقتل دكتور جبريل دكتور خليل، كويس الله يطول عمر دكتور جبريل، دكتور خليل لما مات العالم ده قام وقعد. هل بتقارنوا لي بوفاة حميد الله يرحمه؟ حميد مات الحزن عليه وبعض المثقفات هي اللي بيعرفوه لأنه رجل مناضل، رجل أصيل، رجل كريم، رجل خلاص، وعرفوه الشيوعيين تحديدا كوادر حزبه المنظمين سياسيا. كويس انتهى الموضوع، ربنا يتقبله ويرحمه، وان شاء الله يا رب يكون برضو زيه الملايين. كويس الناس حزنت خلاص انتهى الموضوع، لكن موت جبريل ابراهيم في غنامة تكلمت، موت خليل يا جماعة، كويس موت خليل، كويس في غنامة تكلمت، ما تم منع اهله حتى من الفراش لما انجو ضربوا زوجته واطفاله واهله ناس جهاز الامن العنصري لما انجو ضربوهم في السيوان
في الصيوان. انتوا قايلين الحدث شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 من انه ناس الامن يجي يخشوا الصيوانات ويدقوا البومبانات، انتوا قايلين انه دي حاجه يعني جديده؟ ما لانه نحن ما متابعين المشهد السياسي من زمان، ولا انه احنا ما قاعدين نقيف مع الحق، بس بنشوف الحاجه اللي جيناها بوب جارين فيها. كويس الكلام ده ما حاصل. وين كانت قاده الاحزاب السياسيه ما لما عملت وقفه احتجاجيه، ما لما وقفت رفضت ضرب الناس داخل الصيوانات؟ الكلام ده 2011 2011. كويس الحدي ما جديده ولا حاجه امبارح ولا هناي. الحركات المسلحه دي قاتلت وناطحت وسوت وفعلت، انت وعندها حلفاء دوليين كان كان قويين ولا كان ضعاف؟ عندها حلفاء. انت لما تقصيه من المشهد هسه كان جات بكره الامارات دعمتهم ليك، ولا كان بكره جات اسرائيل دعمتهم ليك، ولا ان شاء الله الكنغو برازافيل دعمتهم، ولا كان كده هسه الليله كان جدو عمو. كويس انت وسببوا لك حرب في البلاد، حتى كان انتصرت عليهم ما بتهمك الارواح. قاده الحريه والتغيير كثير منكم عليه يتخلى عن مفهوم الاوليغارشيه اللي هو حكم الاقليه التي تحكم الاكثريه. خلاص يا حكمه، ممكن الليله حركه مسلحه واحده والله العظيم تساوي لك 3 4 5 احزاب من قوى الاجماع الوطني من بحيث العدد، يعني حيث العدد خلاص او حيث العتاد. انا لا اؤيد العمل العسكري واتمنى ما يحصل موت، ولكني ناصح. انا بقول علي حكايتي قلتها وعندكم تركتها، انتوا تاني احرار. الدار يصدق الدار يرفض الدار يشوف ده كلام صح غلط. انا بقول علي كويس الكلام ما بتقدر تقوله في الاعلام، ما بتقدر تقوله في الاعلام. كويس يا ناس الحريه والتغيير، كويس جزء منكم صادق في الحريه والتغيير ده ابن الوطن، لكن في جزء كثير غلب عليه البراغماتيه. واذا كان السؤال حول انه الحركات ليه تعمل كده، حتعملوا كرد فعل. انا لا اؤيد رد الفعل ده، لكن في النهايه حتعملوا قاعد يحصل في كل العالم. يبقى خسران الشعب، يبقى خسران السودان، يبقى خسران الوطن، خسران الوطن في النهاية. نحن اللي حنخسر مال ورجال ونساء وأطفال وبيوت وشجر ومدر وحجر وزلط وعربات ومواشي. كويس أرواح الناس والدماء أول حاجة حنخسر. الكلام ده الكلام كتير وما دارين نطيل. والتحية تاني لشباب سد الفرقة، شباب سد الفرقة اللي هي مبادرة قامت قوية جدا من عدد من الشباب في الساعات الفاتت، وهي مهتمة. أمس كانت حركوا على مناطق في الخرطوم ومدرمان اللي هي مساعدة الناس الفقراء والمساكين، وياريت الكل يحزو الحزو ده وياريت الكل يتحرك عموما. ونحن في يمكن في المنعرج الأخير بقول علينا نتسامح ونتعافى سياسيا. الحركات المسلحة ما في زول بيقدر ينكر دوره في الوطن. يا شباب البديت الثورة جداد أو السياسة جداد، ما تخلوا الناس يسوقوكم ساي. أرجعوا لتاريخ الحركات المسلحة، شوفوا الحركات المسلحة سوت شنو. ما تخلوا النظرة الصفوية الإقصائية الخرطومية تغلب علينا حتى نحن كسوار. خلوهم هم كأحزاب يتشاكلوا، لكن المواطن ما عنده دخل بالكلام ده. كويس يعني حربهم هم، يعني الشيوعيين كثير منهم صفوي في نظرته، بكره انسان الهامش كثير منهم. خلاص معامل بعثيين جزء بنفس الصوره. خلاص زي في واحد كادر حزبي كده من اولاد حزب البعثي ديل، كويس من الناس اللي بيدعوا انهم عندهم بارانويد جنون العظمه كده بانه الله سبحانه وتعالى نزل عليهم النظره القويه وهم الوحيدين اللي بيفهموا وكده. خلاص فالكادر ده سبحان الله ما بيتحرك بعقله، عنده خالته برضه عندها مرض بتاع تشكيك نفسي شديد، خلاص قاعده برا في امريكا تحرش وتضرب لي التليفون تقول لي نبس فلان وسوي فلان. كويس الكادر ده ذاته الان خلاص خليه يورينا كان مواقفه شنو لما كانوا المستغلين، لما احنا كنا بنقول لهم امرق الشارع كان بيشكك فينا وبينبس فينا، وكان كل دعوه تجي من المستغلين زي بيقعد يقول لا لا ما دايرنا، يا تجي من حزبه يا يخربها. كويس نفس الكوادر دي المشككة زي دي التي لا تملك قرارها، خلاص التي لا تملك قرارها نفسها دي الآن اللي بتشن الهجمات على الحركات المسلحة سرا وعلانية عنصرية وقومية.
كويس. ودي كارثة، ودي كارثة. الوطن ينادي، الوطن يحترق، الوطن إلي أبو ماضي بقول عشقت فيك السمر وبهجة النادي، عشقت ضوء القمر والكوكب الهادي والليل لما اعتكر والفجر والنادي. اتكلم بنادي في وطنه بيقول عليك مني السلام يا أرض أجدادي وفيك طاب المقام وطاب إنشادي. هذه الأبيات التاريخية المشهورة، الزول بنادي كويس تقريبا إلي هو مش كده، عارف هاي تبقينا اللخبط ده، قال في وطن نادى في الوطن كده، الناس بتكتف في وطنها بتقول. لكن ما ممكن عايل احمد عرابي على انه قائد تحرر، وعمر المختار على انه قائد تحرر، ونعاين هنا ناس باتريس لومانبا، ونعاين هنا ناس نيكروما، ونعاين هنا قادات التحرر في الوطن الافريقي، ونعاين حتى لموجابي رغم الدكتاتورية الاخيرة، ونعاين لناس مانديلا لفترات، نعاين لهم وامبيكي في جنوب افريقيا، لا ما سابوا امبيكي كويس، امبيكي في جنوب افريقيا، وننسى 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 الناس الشايلين السلاح هسه من اجلك. انتوا يا الاحزاب السياسيه كانوا بكتلوا منكم منو في الجامعات؟ كانوا بكتلوا منكم منو من الانتخابات؟ صحيح حصلت حالات، لكن لو جينا قسناها بالناس اللي بكتلون من الحركات المسلحه اللي بيجدعون في البحر، الاربعه طلاب حادثه الجزيره سنه 2012 اللي جدعون في البحر في الترعه نص متر للركبه، جا المدير قال الغرقوا غرق، وفي اثار المنشار والسواطير والتعذيب والقتل من جهاز الامن بشكل عنصري، وين كان موقفكم؟ كويس. الليله اي طالب بيتقتل في الجامعه بيرجعوا بيلقوه يتبع عليه احد ليه يا اخي؟ ليه؟ ليه؟ دي الناس قدموا ارواح اكثر، الحركات المسلحه قالت تتقدموا، جبريل اللي بتقوله قاعد برا ومعديها فنادق شال السلاح كان قدام، مناوي شال السلاح كان قدام، عبد الواحد شال السلاح قدام، الحلو طبعا ده كمان قاعد، ده قاعد ولا طالع، كويس؟ ده ما شاء الله عنده مفهوم اجمل عن السودان، ده اسمه عبد العزيز الحلو، قاعد هناك الكوميدي، كويس؟ قاعد ما تحرك، ما تقول لي قاعدين في الفنادق، قاعدين في الفنادق انتوا سياسيين ديل؟ انتوا ديل؟ ديل شالوا السلاح ودافعوا عن اهلهم وعن وطنهم، اخطاوا اصابوا دي حاجه تانية. ما في مبرر الناس تقعد تشتم غاده الحركات المسلحه، ما في اي مبرر، دي حمله ممنهجه، دي حمله لتدمير سمعه الحركات عشان الحريه والتغيير تنفرد بالسلطه، تنفرد. اللي بيحصل ده ما صح، نحترم نضال بعضنا، نحترم الحزب الشيوعي نختلف معاه نتفق نقول والله هو حزب رائد ومناضل، حزب الأمة نختلف معاه نقول والله هو حزب رائد ومناضل، حزب البعث نختلف معاه، نختلف مع الممارسات، لكن بنكون عارفين في النهاية برضو التجربة إيجابية ولا لا. فما ممكن، ما ممكن إذا أنت الحركات بتبعدها، وين العدالة اللي قلتها؟ حرية سلام وعدالة، وين السلام ذات يجي من وين؟ يجي من وين أنت الحركات ما اتفقت معها؟ حرية سلام وعدالة، وين العدالة؟ وين العدالة؟ وانت بتحرش كوادرك في الكواتب الكتائب الالكترونيه والمكاتب المغلقه وبالجروبات بتقول لهم امشوا هاجموا الصفحات والجروبات وامشوا نبذوا جبريل ونبذوا مناوي وامشوا اكتبوا وكده وكده وكده. وين العداله؟ اللي اختلفوا معاك ما احترمتهم، نبذتهم، غدرت بهم. كويس؟ ناس الحركات المسلحه شالوا سلاح 30 سنه، ما بيغلبهم يشيلوا لك ثاني 30 سنه، ما بيغلبهم يزيحوا يتفرجوا. يزيحوا يتفرجوا. والله اقول لكم كلمة صراحة، اقسم بالله العلي العظيم، والكلمة دي للتاريخ. الحركات المسلحة الان تسكت براه، تنسحب بس، تعاين ساي بعينه، الدعم السريع يسحب قواته، يقعد يعاين بعينه. والله العظيم ممكن الحكومة تنهار في يومين، في يومين، عشان ما نقوش نفسنا، عشان ما تخموا الشباب. العدل، الدولة المدنية لو ما محروسة، لو ما محمية بتتشل، بتتشل، بينقلبوا عليك العسكر اذا ما محميه ومؤيده، اذا ما محميه ومؤيده. محتاج العدل القوه علشان تقدر تحميه. قالوا في اوبريت الحلم العربي زمان، انت ما عندك قوه تحمي بها العدل، هتحافظ عليه وكيف؟ هتحافظ عليه وكيف؟ هتحافظ عليه وكيف؟ كويس. إذا كان عباس مدني بيطلع من قاعة الصداقة بيقول يا أخي لو ما حميتي نحن كنا بنتشاكل، ضربوا له في مكالمة مسجلة وأكد إنه هو قال الكلام ده. كويس؟ طا
طيب ليه ما كان تجي تقوله في الإعلام؟ ولو عندك رأي سالم فيه وما تقوله في الإعلام، ليه بتجي تقول كلام هناك وهنا كلام؟ ليه قادة الحرية والتغيير بيقولوا لناس الحركات هناك كلام ودي الكلام؟ يقول لك ناس الحركات اشتراهم حميتي، الحركات ما اشتراهم حميتي، الحركات قالوا يا حميتي انت من الهامش ونحن من الهامش كلنا سوا ضد الظلم. ده الحصل، ده الحصل يا الناس اللي بتقولوا مدنية، ده الحصل. قال لهم انتوا كلكم ابناء هامش وكلكم مظلومين، تعالوا. قالوا اتفقنا، قعدوا. قالوا نظرة الحرية والتغيير نظرة المركز الهامش. يا جماعة الحكاية ما يوم 17 يوم السبت فقط توقيع، ويوم 28 ويوم 20 يا جماعة والله دخم، والله دخم، والله دخم، والله ده كله ممكن ينتهي في نص ساعة، ممكن الأفراح تتحول لحاجة تانية. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا بقولها من ضمير محروق، أنا أخاف على إنه الموت، أخاف يا رب ما يموت زول، يا رب ما يموت زول. كويس أن إحنا بندعي بنتكلم بوطن. كويس أنت يا حرية وتغيير قلت ليه الحركات يقعد مع حميتي، ولما مناوي قابل حميتي هاجمته وشتمته. طيب لما قادتكم يمشي بيقعدوا معاه في بيته في جبرة، مالكم ما شتمتم؟ مالكم ما شتمتم؟ وقت قادتكم بيمشوا بيت حميتي في جبرة وبيمشوا بيقعدوا مع حميتي في لقاءات منفردة، ليه ما قلتوا عليهم؟ ما قلتوا عليهم باعوا القضية؟ ولا إلا في صور تطلع، ولا إلا في صور تطلع، ولا إلا في فيديوهات تطلع؟ إلا الكلام ده يحصل؟ إلا الكلام ده يحصل؟ حتى بعدك تعترفوا؟ لما مناوي قابل حميتي قومتوا الدنيا ما قعدتوها، لما ترسلوا صحفيينكم الملغمين ديل. كويس؟ لما معوا جوائزهم الوهمية اللي بيتكلموا بها بيخموا بها النازي، تلقاه صحفي مؤدلج بيقول لي بس اكتب، اكتب بس، اكتب. لو سألته من كانوا كتبوا زارته ما بعثوا. لما الكوادر الحرية والتغيير بتقعد، لما الليلة الدكتور عمر الدقير بيقعد مع حميتي وبيقول له وانا داري اجي رئيس وزراء ولقاء منفرد، لما حميتي اخر مرة قال له يا دكتور عمر الدقير تاني ما تجيني براك، تعالوني كلكم سوا كحرية وتغيير، انكذبنا ديك يا هل داك يا القانون امشي افتح فينا بلاك، انكذبنا يا ناس الحرية. ان كلامي انا ما قلت صح، ان كلامي ما قلت صح. اقلب لي والله ما قادر زغطه هاي كده، الدنيا مو كويسة كده. طيب في ناس البيت بيقولوا عملت ازعاج يمكن على مستوى المنطقة، ليه لما مشى دكتور عمر قال يا حميتي بقيني رئيس وزراء، ليه لما في زول قال يا جناب حميتي بقيني اصغر رئيس وزراء في السودان وتاريخ السودان وعرفتوه، ليه لما عندكم كادر جا داخل بسيارة، عندكم كادر جا دخل بسيارة في اجتماع للحرية والتغيير مركتوه انتو ناس الحرية في جروباتكم الكلام ده؟ خلاص لما جاء داخل قلت له السيارة دي جبتها من وين؟ قال لكم اداني لها السفيرة الاثيوبي، اثيوبي بالثاء. كويس ليه عين مين؟ انا عموما ما قاعد الجا للاشياء الشخصية كثير، انا دار اتكلم عن قضية وطن. اذا دارين تتكلم عن قضية وطن كان بها، دارين تقعدوا تشتموا في الحركات وتخونوا كل زول اختلف معاكم وتهاجموا الحركات المسلحة وتنبزوها، انت قيفوا ضد انسان الهامش ودايرين تقيفوا ضد الحاجه دي. والله نحن ذاتنا بنتصدى لاي حاجه غلط اتعملت، نحن ذاتنا بنتصدى خلاص بالاثباتات، ولا بنكذب ولا بنجيب حاجه من الراس ولا بنسوي. انتوا لما تمشوا تقعدوا مع حميتي وتحنسوه ويبني لكم بيوت، بعضا منهم ما بقول الكل بعضا بتحنسوه وبتقول له ودينا وادينا وادينا. كويس انتوا الوقت ده كنتوا صح، انتوا كنتوا صح. لما احرجكم في مره قال لكم بفهم شنو اديكم قروش، بفهم شنو الوقت داك انتوا كنتوا صح يا ناس الحريه والتغيير. الان الحركات بقت غلط، ما احنا بنطلع اللعب الوسخان برضو بتاع الاحزاب وبالاثباتات وبالقانون. اذنكم يا سلام يا كويس، الله يمسلا مزيه. خلاص اي والله انا بقدر اتم اللايف ده بعد ده ولا اي حاجه، اول حاجه الصوت بحه كويس والمصران قايم
ودي كلمة حق يجب تتقال واتقالت. الحركات المسلحة في النهاية يا جماعة حقها الأصيل إنها تشارك في الوطن. الحرية والتغيير من حقها تبني الوطن مع شركاء الوطن، كويس، مش مع من تختارهم هي. الحركات المسلحة، أنا لا أنتمي لحركة مسلحة ولا أنتمي حزبيا لأي تنظيم. أنا أحمد ضي زول مساكين، زول مساكين البتة الغلط، بقول لك غلطة اللي بتسوي فيه الحرية والتغيير من إقصاء لناس الهامش ده ما صح، وكفاية إقصاء، كفاية هي حادثة الناس اللي قتلوا في قبل يومين ثلاثة أول يوم ويوم الوقفة. للآن أنتم ما اهتميتوا بها كحرية وتغيير وتجمع مهنيين، تقول ما بشر الماتوا ديل، تقول ما بشر. فالحين إنسان المركز الدم واحد، إنسان المركز وإنسان الهامش الدم واحد، لكن الفوارق العنصرية بدت واضحة في كل مكان. إن شاء الله يا جماعة في اللحظات الجاية في الساعات الجاية إن شاء الله حنواصل في نقاط مهمة، لازم في حاجات مهمة ولازم النقاط دي تتكلم. وتعرف حاجة يا شاب انت اللي بتناضل، إنه الحركات المسلحة أقدم مني ومنك في الشارع، وتعرف إنه هي اللي لو دايرة أصلا بتلخبط الحسابات دي كلها وبتودي الحرية والتغيير الشارع بالسلاح. لكن الله لا جاب السلاح، الله لا جاب صوت الفجيعة، الله لا جاب نزف الدماء، الله لا جاب شلالات الدماء، الله لا جاب اللحظة اللي ما نلقى وقت عشان ندفن فيه الجنائز. الله يغور كل أم عينة في ولدها، والله يسعد كل أب، والله يشفي كل زول، والبلسم يجي لقلب كل جريح ومكسور الفؤاد. خلاص ربنا يرحم كل الشهداء وكل، ونعرف إنه الدم واحد، الدم واحد في السودان. إن شاء الله نلتقي فيه الساعات الجاية بإذن الله، وحياكم الغمام. حكايتي قلتها وعندكم تركتها، المهم الباقي عليكم، فاحفظوها، اجدعوها، ارفضوها، اقبلوها، المهم. السلام عليكم ورحمة الله.